نصف النهائي لمواجهة تيبي مازيمبي، البعبع الإفريقي الكونغولي، وناجم الآن وناجم يرفع كرة في القائمة الثانية. جول 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 جول! صلاح الدين السعيدي يشعل، صلاح الدين السعيدي فجر، صلاح الدين السعيدي زلزل مدرجات المجمع الرياضي. الأمير مولاي عبد الله، ودادي ودادي لك حبي وفؤادي، الحمراء 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 تفعل بنا افتتح باب التهديف. السعيدي شعلنا، السعيدي فجر، السعيدي زلزل المدرجات. هذه العرضيه على المقاس، حطين على المقاس وبالراس يا السعيدي، ليست الاولى يا السعيدي، يا ما فعلت يا السعيدي. السعيدي يسعد الانصار، السعيدي يسعد الانصار، السعيدي يفرح المحبين للوداد في كل مكان بقلب واحد. معكم يا الحمراء، معكم يا الوداد، 1-0. هذه البدايه ومازال مازال الكرام اذا الليبيسي يتقدم امام السويد. لحظه تركيز من كي السويد، الليبيسي سجل، الليبيسي هنا في سقف المرمى، صعبه جدا على الحارس زويل العربي. كل ما سجل فريق الساندونس كل ما الضغط سيكون اكبر على لاعبي فريق الوداد البيضاوي. تمنيت لو ان الوداد هو الذي بدا في تنفيذ ركله الجزاء، ولكن اعتقد بان القرعه كانت في مصلحه فريق الساندونس، لانه في القرعه دائما الفريق يتمنى انه ينفذ اول ركله الجزاء. يتقدم امير العطوشي في اول ركله لفريق الوداد البيضاوي امام الحارس اونيانغو. اذا عطوشي اونيانغو، اونيانغو عطوشي، فرصه للتعديل الان. يتقدم امين عطوشي، يسدد، اوه يا عطوشي يا عطوشي، يضيع امين عطوشي. 1-0 لفريق الساندونس امام استغراب الجماهير. شيء مؤسف صراحة لما تشوف ردة فعل من المدرجات، مذهولين مصدومين بالكرة الأولى اللي ضيعها أمين عطوشي لعادة مرة أخرى. لحظة تردد من جانب أمين، ليس هكذا تسدد ركلة الجزاء يا أمين العطوشي، وكأنك قلت للحارس بأنني سأسدد في الجهة اليسرى، وبالتالي هنا سهلت المهمة على حارس المرمى اونيانغو. 1-0 للساندونس. الان كره تاو امام الزوير العروبي، تاو تاو يتقدم، يضيع، يعيد الامل للوداد البيضاوي، يعيد الامل للوداد بعد الكره الضايعه من امين عطوشي. يا الزوير كما انت محظوظ في هذه الكره. شوف الاعاده، ابرز لاعب في تشكيله يا الساندونس يضيع الركله الثانيه للفريق الجنوب الافريقي. ماذا ترى؟ ماذا ترى يا طاو؟ ماذا ترى؟ تمنيتها في الشباك يا طاو، لكن بعيده كل البعد عن مرمى الزوير العربي. الامور لم تنتهي بعد، الامور لم تنتهي بعد، وعبد العظيم خضروف الان يسعد لتنفيذ الركله الثانيه لفريق الوداد البيضاوي امام اونانغو. عبد العظيم خضروف اللاعب الذي دخل في الشوط الثاني امام اونانغو، الحكام يعطي الاشاره، وعبد العظيم خضروف يتقدم في هذه الاثناء، سدد الكره، يسجل، نعم يسجل. الان النتيجه متعادله، عبد العظيم خضروف يضع الكرة في المرمى، و اونيانغو هنا في جهة والكرة في الجهة المقابلة. إذا ركلة ضيع لكل فريق، ضيعته وضيع أمين عطوشي. يلا يا الزوير، دورك يا الزوير، الجماهير تناشدك يا الزوير. والركلة الثالثة لفريق الساندونس، الضغط من الجماهير على لاعب الساندونس في هذه الاثناء. اذا الكل يترقب،
الكل ينتظر ركلة الجزاء تسدد. زوير 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 يسقط قبل تسديد الكرة. زوير العربي يسقط قبل تسديد الكرة. شوف هنا تحرك قبل التسديد من زوير العربي، وبالتالي اعطاه الفرصة لوضع الكرة بكل سهولة، لأن لاعب الجنوب افريقي ماديتشا حطها في وسط المرمى، حطها في وسط المرمى، لأن زوير مشى وسقط قبل التنفيذ. بن شرقي الآن في الركلة الثالثة لفريق الوداد البيضاوي. أشرف بن شرقي أمام أونيانكو، حكم يعطي الإشارة. بن شرقي يتقدم يسجل. نعم تعادل الآن في النتيجة، والركلة الرابعة لفريق السندانس. إعادة مجددة بكل هدوء بكل برودة. الدم كان قريب جدا من الكرة، لعب أشرف بن شرقي. إذن على من الدور الآن؟ من هو لاعب السندانس؟ زكري بالفعل، البديل زكري صاحب الهدف الوحيد في مباراة الذهاب أمام زوير العربي. الركلة نعم الرابعة لفريق السندانس. حسين عموت يحاول إخفاء التوتر في هذه الأثناء، ولم يكن يتمنى بالمرة أن يخوض ركلة الجزاء. زكري يتقدم، زكري زوير العربي، زوير كورتك يا زوير، كورتك يا زوير، كورتك يا زوير، كورتك يا زوير، كنت أعرف أنك ستتصدى الكرة يا زوير. نعم زكري يضيع، هذه الإعادة مرة أخرى. زكري وزوير العربي، هذه المرة تحرك ممتاز من زوير العربي في المكان المناسب، يتصدى لكرة زكري. ضغط كبير، ضغط كبير. الركلة الرابعة لفريق الوداد البيضاوي. وناجم الآن، وناجم الآن يتلقى الإشارة، وناجم ياخذ المسافه، وناجم الان يركز عينه على الكره، وناجم يتقدم، وناجم يسدد. جول هدف وداد الان. جاءت اللحظه الحاسمه الان، جاءت ركله الجزاء الاخيره الان. لو يضيع السندانس انتهت الامور، لو يضيع السندانس انتهت الامور. إذا سنتابع الركلة الأخيرة للسندانس، وجماهير الوداد لا زالت تشجع في هذه الأثناء مشاهدينا الكرام. إذا سنتابع، ضغط كبير على لاعب السندانس في هذه اللحظات. سوماورو البديل يتقدم الآن. سوماورو حبي وفؤادي، فعلت الحمراء. الله عليك يا الوداد، الوداد يفاجع الأمة المغربية، الوداد يسعد الأمة المغربية. لا يفرح وداد الأمة، بل يسعد الملايين من المغاربة. ألف مبروك يا الوداد. أخيرا نتنفس الصعداء، أخيرا نتنفس الصعداء. الحمرة كانت في الموعد، الحمرة تفعلها في الرباط، في ليلة الأعصاب، في ليلة حرق الأعصاب، لكن الخاتمة كانت سعيدة معك يا الوداد. وداد الأمة يفرح الملايين، يسعد الأنصار، ليتواصل المشوار في مسابقة يا الأمجد والأعرق على المستوى الإفريقي. إذن الوداد يتأهل رسميا بعد معاناة كبيرة في مباراة، وبعد العذاب في ركلات الجزاء الترجيحية. هنيئا مرة أخرى للوداد البيضاوي، وفرحة مستحقة يا الحسين. عليك أن تصحح الأمور يا الحسين، لأن القادم صعب.